سبحان الله الشمس خالد يناقيها وهي ان شاء الله ملهمتنا لان هي خلق من خلق الله. وانت كل ما تغربين هالايام الناس يعني الله يسامحهم يبونك ما يبون شمسك. ليش الناس تهاب الشمس يا شباب يا صوفيه؟ ليش اليوم 22 الحجه 1444 الموافقه 10/7 يوليو 2003 ليش الناس ما تبي لهيب الشمس؟ يسمونه له ليش؟ الشمس شنو مضارها؟ تسوي ضربة شمس يعني؟ اه اذا زادت عن حد طبعا. شو شلون محمرة في دولة الكويت الحبيب؟ يعني الشمس لها فوائد عديدة، فيتامين د وفي ناس تقعد على البحر وناس يعني الله بالقرآن خصص لها صورة، قال والد السيد موسى هاشم بن سعد مد رفعه وزناه بشق الطريق رفع الصوفية صورة الشمس او الشمس وضحاها والليل اذا يغشاها. اي والله. بعدين في آيات كثيرة والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وبعدين في حتى إذا بلغ مطلع الشمس في سورة الكهف. اي والله. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. هو نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا الصحابة يقول إذا رأيت أو رأيت كأن رأيت الشمس. يا رفاعي مالك مالك حس على قولة الكويتي. عايز تشرب؟ نوره. والسادة الصوفية كلهم كانوا شموس وأقمار. نعم. وأولياء الله الصالحين. أنتوا الشمس يعني الناحية دي والناحية دي ما في الشمس. ليش أنتوا يعني هالأيام تجري لمستقر له؟ الله. عاوزين الكلام ده. صح. الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير ذلك تقدير العزيز. ما دام تحرشت فيني بسألك ليش انشق القمر؟ الله بالقرآن يقول. معجزة حضرة النبي جدا. ليش ما انشقت الشمس؟ طرف القمر الناس كلها يعني يوم القمر ما ادري وين ولكنها تعتقد القمر. يا شمس يا شمس لا 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 تغيبي خالد قاعد يسوون منها طاقة شمسية. نسيتوا أفضال الله؟ طاقة شمسية الحان المكاين بسوق الجمعة وايد من السوريين وغيرهم ياخذونه حق الماي حق يعني الامور هذا. شنو الطاقة الشمسية الطاقة البديلة النظيفة يسمونها؟ بنقول لها شيء في الاردن بيسخنوا المي بيتحمموا بالمي السخنة من الطاقة الشمسية لان جوهم بارد. ها الكهرباء غالية وايد. الله الشمس ببلاش؟ بس الماكينه كهرباء ولا؟ في مرايا كبيره. لا هي لا يستقطبونها بالكهرباء ولا يستقطبونها بشنو؟ لا بفتحها لوحه كذا لوحه بدون كهرباء ها؟ زي المرايا. سبحان الله. هل الشمس ليش الشمس بغروبها يا شباب؟ ليش الشمس بشروقها وغروبها تضعف؟ قال والد ذكر مسؤول الدرس يقول يا اكبر عبره من اللي ذكرتها الشمس قول يا ابنائي بغروبها وشروقها تضعف. الارض بتلف حواليها فهي اللي بتعمل فيها. هي نجم ولا شنو؟ لا الشمس نجم، الارض كوكب او القمر، فالحين الارض هي اللي لفت حوالين الشمس والقمر. الله. تكون عموديه بتبقى قويه. الوقت الارض هي اللي دارتها الحين. شمس يا شموسه ها؟ هذه إزانا على ان الليله هو اللي والله ذكروا الله وصلى على النبي يقول يا دكتور حسين يقول كل ما انا تغرب الشمس تقعد تبكي يقول اللي انا بالبصرة عقب رابعة العدوية راحت يوم من عمرنا ذكرنا الله صلى الله عليه وسلم ماسكينها السبع تقول مزقين انفسهم نخل وخيوط. على العموم الشمس بعضهم يسموها شمش. شمس احمد مو شمش. هي عندنا بالصعيد هي شمس ومشمش وكشمش وكل حلاوة وشكرا.